أنا شايف الحكومة الحمد لله أحسن من الأول بألف مرة. دلوقتي أنا بطمئن وعيالي بتطمئن نايمين ومطمئن عليه. الأول ما كانش فيه اطمئنان، لكن كذا كذا احنا عايشين الحمد لله. يعني الحمد لله البلد استقرت. هغير وبدل هجيب منين؟ انت شايف الوزراء كلهم شغالين كويس؟ ده لسه بادين، انا ما اقدرش احكم عليهم. والله انا شايف ان اداء الحكومه اللي من دول بطيء واداء سيء بنتيجه الاسعار اللي احنا شايفينها دلوقتي، وارتفاع الاسعار وارتفاع حاجات كتير. يعني انا موظف دلوقتي مثلا في مول تجاري، انا عندي مثلا في بعض الحاجات يعني في مثلا غساله زادت 1000 جنيه، الثلاجه زادت 800 جنيه. فالواحد دلوقتي مثلا لو رب اسره بيجهز بنت مثلا بناته، فكل حته مثلا زادت 500 600 جنيه دلوقتي، يجيب منين؟ ماشي، بس هي البلد لسه يعني واقعه من ثورتين، لازم واحده واحده يعني ان شاء الله والعمليه تبقى ماشيه، بس هي الناس يعني تصبر شويه. زي الزفت، اداء سيء جدا، هديك شايف يعني مش لامسين المواطن البسيط، كل حاجة غالية غالية غالية، مفيش حلول، مفيش أي حاجة خالص. من ناحية الاقتصاد، الاقتصاد تعبان، يعني العمالة يعني مفيش، يعني الشغل ضعيف، لكن الحكومة من ناحية السياسة ماشية 100 100. الحكومة أداءها في الوزراء كلهم شغالين إزاي؟ وشايف أداءهم عامل إزاي؟ كويس ضعيف؟ احنا من كتر اللي احنا بنسمعه بطلنا نتفرج نقرا جرنان والله ولا نسمع. ما هو انت شايف، ما اهو على يدك اهو، ما الحاله كلها نايمه. ما هو ده العيب.